وفنيه. سامح شكري قال للاسوشيتد بريس انه اذا لم ينجح مجلس الامن في ايقاف اثيوبيا عن بدء ملء سد النهضه قبل التفاوض فان مصر ستكون صريحه وواضحه في الاجراء الذي ستتخذه. وقال ان مصر مصره على انه لا يمكن انه يمكن التوصل الى اتفاق ولكن بشرط ان يتم التفاوض بحسن نيه. وقال ان مسؤوليه مجلس الامن هي معالجه تهديد وثيق الصله بالسلام والامن الدوليين، وبالتاكيد فان الاجراءات الاحاديه التي تتخذها اثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد. وقال شكري ان الحكومه المصريه لم تهدد بعمل عسكري وسعت الى حل سياسي وعملت على اقناع الجمهور المصري بان اثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق اهدافها التنمويه. اللهجه العدوانيه للجانب الاثيوبي ولا اصغر مصر يرضى عليها. صحيح ان في مجموعه الخونه والعملاء الرخاص قوي الرخاص قوي اللي موجودين في اسطنبول وفي قناه الجزيره، هؤلاء العملاء مسكين سجاط لاردوغان والاثيوبيا. شفتوا عماله وتدني ورخص اكتر من كده؟ بس الحمد لله اللي بيكتشفوهم للناس. وبالمناسبه دي انا بطلب من الدولة المصرية قناة الجزيرة وقناة الاخوان يا اما حد يطلع يبقى قوي ويرد على المداخلات لما بيجيب واحد يقابلوه على قناة الجزيرة او قناة الاخوان، يا اما يبقى رد قوي وفني وفاهم، يا اما انقطع مثل تلك القنوات. مش مذيع بتلات تعريفة يجيب ضيوف ويجيب الاسم انه جاي بوجهة النظر التانية واحد من مصر ما يدلوش الفرصة ويقطع عليه ويعمله ويبين انه هو ضعيف وكأنه بيمثل وجهة النظر التانية. يا اما نبقى معه يا اما نواجه يا اما نقاطع تلك القنوات.